الشان هذه اللي داروها في مصر. انا على بالي داروها في مصر ولا داروها في الهند. على بالي يا سي رضوان، راني نقول لك هادو اللي ديسيداو كي نهار يولي الوقت ما كاش المستوى تاع الناس يديسيدي بلي تلا. السلام عليكم الاصدقاء ديالي وخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. اصدقاء ديالي في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا الاعلام الجزائري منوض واحد القرباله في البلاطو. علاش؟ لانهم هما غاديين ينظموا البطوله ديال الشان، ولكن بقى فيهم الحال كاع علاش ما يديروش القرعه عندنا في الجزائر وغاديين يديروها في مصر. قالوا السي بن شيخ اش كيبان لك في هذا الشيء؟ قال لهم انا ما عندي حتى صور في هذا الشيء، يديروها في الجزائر ولا يديروها حتى في الهند، انا ما كيهمني حتى شي حاجه في هذا الامر هذا، حيت حنا اصلا ما عندنا حتى شي قرار وما عندنا حتى شي قيمه. اصدقاء ديالي فيديو رائع جدا يستحق المشاهده، بغيتكم تشوفوا وتحكموا وتعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. ما تنساوش تشجعونا بلايك لان اللايك ديالكم مهم بالنسبه. اصدقاء ديالي باش ما نطولش عليكم ندوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه. خلينا نروحوا للموضوع الموالي قبل ما نروحوا لفاصل اشهاري على عجاله. قرعه تصفيه الشان في مصر وهذا غير طبيعي تماما، لماذا لم تصر الجزائر على اجراء قرعه تصفيه الشان بالجزائر البلد الذي سينظم الدوره؟ سمير العماري، الجزائر هي التي ستنظم دوره الشان، لكن التصفيات اليوم صارت في مصر، لماذا لا نستغل مثل هذه الفرص من أجل جلب أعضاء من الكاف ليحضروا للجزائر؟ اليوم كان في حضور على كل حال ممثل للجزائر جمال مناد الذي قام بهذه القرعة، لكن وحضور رئيس لجنة الشان، لكن القرعة ضابط يدنا. وش نعرف قرعة كأس إفريقيا في الكاميرون جرت في الكاميرون، قرعة الشان في المغرب كاين ربما ماشي ربما اعطيني رسمي انا ربما لا ربما راك تي كونفون بين على بالي ماشي التورنوا فينال والتصفيات لا صح انا نتكلم لماذا بار اكزومبل لا فاس فينال تاع 2023 تاع لا كوب دافريك تاع الكوت ديفوار وين دار تيراج او سور دار في افريك دي سود سي با نورمال اه دار في افريك دي سود وين كنا مع لوكوندا والنيجير الا كان كوت ديفوار سما اليوم راك نعم الا كوت ديفوار ما طلبوش حنا راح ننظموا الشان في الجزائر في بلدنا الجزائر هكذا ولا لا؟ شحال عندنا ما نظمناش مثل هذه الدورات في الجزائر؟ اعطيني من 90 لا مش من 90 الكبار لا ما نهضر حتى في الشبان هذو اللي عملوها هذو ماشي الكبار هذو ماشي اكبر هذو منتخب محلي سامع رشيد من منتخب الديسات صح اللي درناها في دار البيضاء. لماذا لا نطلب ان يتم اجراء هذه القرعه في الجزائر وحنا نستضيفوها؟ خلينا نبدا بسامي نعاود باش ما نقعدوش كذا نروح سامي. شكون يطلب؟ الجزائر تطلب، الدولة الجزائرية تطلب على الأقل باش يحضروا لي مومبر تاع لاكاف. الدولة الجزائرية تطلب بار بيد لا فيديراسيون بار بيد لا فيديراسيون فيديراسيون ما هي لا سيتياسيون تاع لا فيديراسيون اكتويلمون؟ رانا في فراغ كبير. اوني دون في اون كريز اوني دون اون سيتياسيون دو كريز صح ما على بالناش واش ميم با لا في دو رو تاع لا فيديراسيون. نعم. انا Maintenant, on n'a pas de responsables compétents en place. On n'a pas des gens capables de proposer ce genre. C'est que l'Algérie, dans un mois, elle va organiser les Jeux méditerranéens. C'est-à-dire que l'Algérie sera, Oran, sera au centre de la Méditerranée. Oui. On aurait pu faire un tirage au sort. On dirait au Oran. Par exemple. Mais qui propose? Qui propose? Même les Jeux méditerranéens, je n'ai pas vu de figure de pro du sport algérien, des figures emblématiques et trop. On a l'impression qu'on veut nous homme sous silence. On a l'impression que les Jeux, c'est. اين هو نور الدين موسلي؟ اين هم الاسماء اللي اعطاوا كره القدم الجزائريه ايضا اللي فازوا بالعاب البحر الابيض المتوسط؟ عمر بطروني مثلا اللي في 75 هو اللي كان، اين هو؟ من المفروض الناس اللي ساكنه بوطمين في بوعنا مرحوي، الكثير من الاسماء اللي فازت بالالعاب البحر الابيض المتوسط في الجزائر كان من المفروض انها تكون في الترويج، لكن احنا نشوفوا مجهودات كبيره قدمتها الدوله، صرفنا اموال كبيره باش ننظموا والحمد لله من هذه الناحيه
الجزائر تقريبا جاهزه لاحتضان هذا، لكن نتكلموا على التسويق. التسويق والترويج. والترويج يا حاجه اخرى. والترويج هذا يا منوان نوتر ايماج ديفني تيلمون ليجير، انا على بالي باللي كاين دي بيرسوناليتي كي تي كون ايتي كونتاكتي بور لو شانال التيراج او سور كي اون ريفوزي كي اون ديكليني باسكو قال لك انا الحاله عندكم في الفيدراليه ماشي باينه ماشي ماشي صافيه، اي لون ديكليني جمال منادي لا اكسبتي دوطر اون ريفوزي. الان الي طون الي طون نعاودو نقولو il faut mettre en place une fédération يعني قوية قوية سوليد افيك دي ان ريغليمونتاسيون كلير او ميم طون اوسي لازم نصفوا الاشياء في وزارة الشباب والرياضة. صح يا ترو دو كاسرول كي سونتريني او نيفو دو مينيستير دو لا جونيس دي سبور اي لي طون اجوردي كاين ناس راهي في الوزارة تتحكم في امور ديبوي 30 طون مازالها تمشي بالتيلي كيدي تمشي الامور تمشي لي فيديراسيون هذا نحي هذا حطو هذا بلوكي هذا خليه Et aujourd'hui, il faut mettre en place une réglementation claire et des gens qui ne sont pas intéressés. Là, on est معاك انا كي نتكلم على الوزاره ايضا نتكلم على الاتحاديه لانه الاتحاديه الجزائريه لكره القدم لما شفنا احنا كامل هنا قلنا رغم اننا انتقدنا الاتحاديه السابقه واللي قبلها وهذه الاتحاديه لكن كي شفنا البروغرام تاع رئيس الاتحاديه الحالي احنا قلنا خلاص احنا خرجنا كبير شفنا بروغرام كي بريزونطا البروغرام تاعو بصح من بعد في ارض الواقع عام شفنا حتى شيء لا من ناحيه واش تقال في البروغرام الكثير من الامور لم تطبق في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم وهذا يثبت بانه التسيير لم يكن في المستوى المستوري. نعطيك انا معلومه نزيد لك وحده نزيد لك هذه سمير حل ودنيك واسمع لا رينيو اللي دارتها لا فيدراسيون احنا رحنا من الشان دون دون لو كادر دو شان كي داروا لارينو مع لي زيميسير تاع لاكاف كي جاو هنا حضر فيها رئيس الفاف وحضر فيها السيد رشيد اوكالي عندما رشيد اوكالي عندما حاليا حاليا من المفروض رشيد اوكالي ليس رئيس لجنه لانه ما راهش في المكتب الفيدرالي ماهوش في المكتب الفيدرالي من المفروض ماهوش رئيس لجنه الشان في هذيك لارينو مع اعضاء تاع الكاف عندما الاعضاء طرحوا الفكره تاع 18 فريق تصادفوا لي رد فعل تصادفوا لرد فعل الجزائريين ما كانش حتى رد فعل الجزائري قوي هي كانت او ديبار سيتي افيك 16 كلوب كونت ايزون بروبوجي 18 اي با لي انترلوكيتور الجيريا اون بيسي لا تيت وقالوا لهم وي هادي دو لا بار دي ريسبونسابل اللي حضروا قال لك لي ريسبونسابل دو لا كاف حاروا كيفاش يا با اون اوبوزيسيون الجيري كونت لا ديبوزي لا دوموند بور اورغانيزي شان سامير Elle a fait un caïchar sur la base de 7 équipes. 16 équipes. Qui fait un tédium G, Beina Leila Wadouha, tu proposes 18 ou le président Yakbel. Ou le vice, ou le président de la commission d'organisation Yakbel. Ouah, tu fais un meilleur. Non, nous, nous avons élaboré un cahier de charge sur la base de 16 clubs. Aujourd'hui, qui c'est des 18 clubs. Zidna Haus a une autre enceinte pour abriter les matchs. خليك شوف ام تي بو اوجوردي لا فيبلاس دو لا دو والله شوف رضوان يعني كانت عندنا اوكازيون يعني كنا نقدروا نديروا في وهران تيراج وصور تيراج وصور ميم طون ترواج وهذه سابروف باللي ما تقدرش من بعد تتكلم تقول على ما راش في لاكاف علاش ما راش في لاكاف ورانا ضعاف صح كي تبدا بالامور هذه تقدر تدخل الساحه الافريقيه والكولاساب من هذه الطرق وتجي ماشي لكن هذه كره قدم وهذه هذا هو التسير علي انا ما عندي ما فيها احنا كي ولاو يديسيديو ما تلعبش مقابله في سان جوي مولوديا جياسكا وما ادراك انا جاي لي هذا دونك ما عندي ما نهضر انا لا نتكلموا على الشان هذه اللي داروها في مصر يا على بالي داروها في مصر ولا داروها في الهند على بالي يا سي رضوان راني نقول لك هادو اللي ديسيداو كي نهار يولي الوقت ما كاش المستوى تاع الناس دي سيدي بلي تلعب ما يتلعبش مولوديا جياسكا لان بدات لا بيلوز راح تفسد الوركو يلعبوا فيها تروا ماتش وبالشتا وكل شيء انا من بعد هذيك نتكلم اصدقاء ديالي وخوتي العزاز كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات الناس اللي مازال ما داروش لنا لايك ما كراتكمش اخوتي العزاز صبركوا على داك اللايك باش الفيديو هذا يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه ما كراتكمش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا تهلاو ليا في راسكم بزاف كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو السلام عليكم